يسعد اوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا باولى حلقات برنامج ضيف وسيره. هذا البرنامج اللي راح نستضيف من خلاله موسيقيين، عازفين، ملحنين اكيد، وممكن نستضيف كتاب وممثلين من كافه المجالات، ان كان المسرح ان كان الدراما، لنضيء على حياتهم الشخصيه وعلى اعمالهم اللي اكيد تركوا بصمه فيها في عالم الفن. اما اولى حلقاتنا فرح تكون مع الموسيقى، غذاء الروح واكيد لغه العالم في الفن والجمال. حيث قال أفلاطون في الموسيقى: الموسيقى ألغت احتمال أن تكون الحياة غلطة، ولو لم أكن فيزيائيا من الممكن أن أصبح موسيقيا. رماني غزال أهيف حلو المحاسن، فجاءت سهام القتل من جانبي الداوى، رحت لقاضي الغرام أسكي قصتي، يحكو ما بيني وبين أحبابي بالسوى، فأجابني قاضي الغرام: كم من شهيد مات قهرا بالهوى، أنا قاضي العشق والعشق قاتلي، وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى. يا حمام الدوح يا طاير بالهوى، تعال جنبي نوح أنا وانت سوا. يا حمام الدوح، يا حمام الدوح يا طاير بالهوى، تعال حمام الدوح.
سيني ساعة واحدة وروح عند اللي مقاسيني واخد مني الروح. ضيفي لليوم شخصية موسيقية فنية، بدأ مسيرته الفنية منذ الصغر وتابع مسيرته بالغناء التلحين والعزف حتى الآن. كان صوته وألحانه هويته، وفي الحب الرومانسية بصمته وإبداعه. بيسعدني رحب بالفنان فادي حنا، طرونا بعد هيدا الفاصل. بدايات إلى أثر يعني إيجابي بحياتنا بتترك بصمة، كيف بدأت حياة الفنان فادي حنا؟ من الطفولة، هي الموسيقى خلقت معي من الطفولة، وهذا الشيء اللي يعني خلاها تكبر معي بالعمر وبالوقت، وتعلقت فيها كثير وصارت حياتي كلها، يعني صرت ما أدري أعيش بلاها، فهي من الطفولة بلشت. الاكتشاف الأول، مين اكتشف صوتك؟ مين اكتشف موهبتك بإن كان تلحين أو غناء؟ الاكتشاف الأول كان عمري شيء يمكن شيء 4 سنين، كانوا يفيقوا أهلي على صوت طرطقة بالليل بنص الليل، يجوا لعندي يقولوا في لوني واقف على طرف التخت وعم مت، كانوا عم دق على طرف التخت إنه موسيقى يعني. فهي كانت البدايات هيك. يعني العيلة هي مثل ما نقول هيك، الفكرة الأولى كانت موجودة، موهبتك الموجودة أولا، ثانيا أنه اكتشافهم لإلها واهتمامه فيها. كيف عززوا هيدا الموضوع ويعني دعموك لحتى صارت كمهنة وهواية بنفس الوقت؟ هني لما لمسوا هالشي عندي شجعوني بقى، صاروا يدعموني ويشجعوني بالموسيقى، يجيبوا لي أساس، يجيبوا لي آلات موسيقية، حتى اعتمدت على آلة تقدر استمر معي، يعني هي كانت الأورك. وفعلا كانت البدايات بالأورك، يعني شاركت بكتير بمهرجانات بالطلائع بالرواد، ومن هون بقى بلشت المسيرة الفنية. أكيد الحافلة، يعني شو هي الآلة الموسيقية غير الأورك اللي بتعزف عليها أو اللي بتحب أنه مثلا دائما تكون موجودة ببيتك مقتنياتك الشخصية؟ بعرف أنا أورج، بس بحب، تعلمت الطبلة، لأن كل موسيقي لازم يكون عنده فكرة عن الإيقاعات، وكمان هذا الشيء بيقوي يعني موسيقيا، إنك تتعلمي آلة موسيقية إيقاعية جنب آلة العزف. وبحب في آلات كتير حلوة يعني شرقية إن كانت أو غربية، حلو، بتمنى أتعلم كل شيء، بس كمان صعب. أكيد دراسة كان لها علاقة بالموسيقى بالفن، ولا كانت مختلفة، ولا يعني الموسيقى كانت مجرد هواية؟ يعني لا أبدا، كانت الموسيقى هواية على جنب، بس كانت هي الأساس بالنسبة لي بيني وبين حالي يعني. بتدعم الدراسة الأكاديمية؟ أكيد، مفروض، بس ولا الهواية وقت بتكون موجودة والموهبة وقت بتكون موجودة هي اللي بتعطي أي شيء يعني جماليته؟ بالنهاية الموهبة هي الأساس، وبتبلوريها بقى بالدراسة. أكيد يعني. وين وإمتى تعلمت التلحين؟ التلحين كمان من الصغر، بس ما كنت أتجرأ يعني خوضوا هالتجربة إلا أنا ما تأكدت من حالي، وصرت لحن لألي يعني البدايات، وكمان يعني مش يعني تلحين شي 12-13 سنة. جميل. يعني بدأت مشوارك المهني كيف؟ هل الثقة بالنفس هي اللي عطتك هيدا القصة، أو لا كان في ممكن حدا طلب منك لحن معين أو فنان معين قال لك أنه أنت قادر تكون مثلا بمجال التلحين وشجعك على هيدا الموضوع؟ هو أكثر شيء شجعني هو حبي للموسيقى، يعني أنا حبي للموسيقى يعني أعطاني اندفاع وأعطاني قوة وشجاعة إني غامر بأي شيء كرمال إني أعمل شيء حلو بالموسيقى.
وهي كانت البدايات يعني. أهم الأعمال اللي شاركت فيها أو أعطيتها لفنانين إن كان مطربين ألحانك يعني اللي تركت بصمة بعالم الفن؟ هلا ما فيني أقول بميز أعمال عن إنه أهم من عمل بالنسبة لي، أعمالي كلهم بحسهم نفس الاهتمام نفس القيمة عندي بالنسبة لي، بس يعني بس مع الوقت إذا الله راد رح ننشر الأعمال أكثر حتى الناس كلها تسمعه إن شاء الله. مين من الفنانين أعطيته لحن؟ لحد هلا ما حدا يعني، أنا لحال لعلي بلحن حاليا لك. طب هلا بدنا نسمع واحدة من مؤلفاتك يعني ومحببة على قلبك، سمعنا إياها إنه شو؟ إيه تكلمين.
حلو، كلمات ألحان وصوت أكيد وأداء جميل. بدنا نحكي عن النشاطات اللي قمت فيها لحتى توصل هيدا الفن الراقي لأكبر عدد من المشاهدين إن كان المستمعين. هلا نحن مثل عنا أنا ورفقات كلهم موسيقيين جروب، يعني كل أسبوع أو بالأسبوع مرتين نجتمع، كنا فرقة كبيرة نحن، يعني نجتمع ومثل نعمل مثل سهرة موسيقية، بيجوا العالم أصحابنا بالبيت، يعني حتى كل أسبوع خميس وجمعة إجباري لازم يكون هالنشاط. حلو. بس هلا لنا فترة موقفين يعني، وصارت العالم تعرف يعني أنه فادي ورفقاته عنده هاليومين بالأسبوع لازم نحضر، يعني صار بقى وعملنا شيء حلو يعني. هذا غير الحفلات طبعا، غير النشاطات. تحكي لنا عن النشاطات الموسيقية والحفلات اللي ممكن توجهت فيها لعدد أكبر من الجمهور، غير النشاطات الفردية لأصحابك. هلا في حفلات كمان بالمطاعم أكيد، وكمان من فترة دعتني جمعية موزايك كمان، بحب هيك الستايل من الحفلات اللي بتكون هيك عامة خارجي بحديقة أو ملعب، بحسها يعني هيك إلى إحساس بهالشكل. فعملت كذا حفلة على الستايل هذا النمط. اللون بتحب انه دائما تغنيه وتوصله، هل هو عن الحب، عن الرومانسيه، عن الوطن؟ شو هو اللون دائما اللي بتحب انه تغنيه ويكون موجود بالحانك؟ انا اللون اللي بشوف حالي فيه هو الطرب والرومانس، يعني هون بشوف حالي بهذا اللون. هذا دائما يعني موجود بي، بس بيبقى لصوتي يعني، بحس حالي بالمطرح هذا. غناء تلحينا او بس غناء؟ ايه غناء تلحين اكيد، لان الموسيقى كتله واحده، تلحين او غناء هو احساس بالنهايه، احساس واحد. طيب هيدي الكتله اللي عم تحكي عنها هي الموسيقى، تناغم الالات بين بعض، يعني خصوصا وقت نحن بنكون عم نلحن، كيف بتتم هيدي العمليه وشو هي الاليه اللي بيتم تناغم الالات كلها بين بعضها؟ قصدك وقت بنعمل الغنية يعني؟ تلحينة. ايه هو الغنية حسب التلحين قصدك؟ هلا في تلحين وفي توزيع. التلحين هو تلحين الكلام، بينما التوزيع هو بقى بيجي بالمجال عم تحكي عليه، بانك تعطي روح اللحن، اذا كان روحه شرقي بقى بده الات شرقية، بده هالروح الشرقية، اما غربي يعني حسب اللحن بقى. يعني بحكم انك من الصغر دائما عم بتمارس هيدي الهوايه هي الموسيقى، قد ايه بتضيف لروح الانسان، وخصوصا دائما عم نسمع يعني ان كان الاطباء القديمين مثل ابن سينا والدراسات الحديثه انه الموسيقى هي غذاء الروح وهي ممكن احيانا تشفي من بعض الامراض، شو رايك بهذا الموضوع؟ اكيد اكيد، الموسيقى فعلا غذاء للروح وهي قادره تشفي فعلا اي مرض، يعني حتى وتحسي انك مزعوجه تحسي انك فرحانه، انا بحس فيش غير بالموسيقى يعني. ما في حدا غير الموسيقى هو اللي بيشفيني فعلا هيك حالات. هلا بدنا نرجع نسمع اغنيه لحضرتك، ولكن بعد هيدا التقرير اللي رح نسمعه عن تاثر الناس بالموسيقى وقد ايه هن بيحبوا ويستمعوا للموسيقى، نتابع هيدا التقرير مشاهدينا لزميلتنا هلا محفوظ، ونرجع لمتابعه حوارنا. تحبي الموسيقى؟ ايه ايه عادي مو كثير. كيف لك بتغني كمان؟ لا ما بتحب؟ لا لا ايه كثير اكيد نوعا ما. طبعا بحب الموسيقى، بحب الموسيقى كثير، بس انه الموسيقى الهاديه مو الصرعه وضجه هيك يعني. الموسيقى مثل ما بتتعرف بين الشعوب تعريف بسيط، هي لغه العالم، لغه بتتجاوز كل الحدود، بتتجاوز كل الحواجز بين الناس. شو أثرها بحياتك؟ بتساعد على الدراسة كتير. ما إلها أثر، لا أنا أحبه. بتفرح، بتزعل، إحساس هيك. أحيانا بتحسيها يعني بتعدل مزاجك. أحيانا واحد بفرغ طاقاته فيها، مثلا بيكون متضايق أو إنه يعني بتريح يعني لهيك. بتخليك يعني رايقة، وخاصة الترانس هيك بتخليك طايرة بالسماء، وكتير حلو. شيء حلو يعني، ممكن يهزي بالنفس، ممكن يرتقي بالنفس، بالنفوس لما تسمعي الموسيقى. على هي بعتقد كل شيء بالحياة،
يعني لو الموسيقى ما في حياة يعتقد يعني هي كل الحياة كل الحياة. في وقت محدد تسمع فيه الموسيقى؟ لا يعني دائما نسمع موسيقى نحن وقت اللي بكون مبسوط ايه بكل الأوقات متاح فيها خارج أوقات العمل وكذا كل الأوقات حب اسمع موسيقى. من الصبح فيروز وبعد منا كاتو شعبي. الصبح فيروز حسب بقى القاعدة يعني فهد بلان وديع الصافي كمان الصبح وقت كنا مدرس. أكتر شيء بالليل أنا وزعلانة بسمعه أنا ومبسوطة بسمع. إذا كنت مزعوجة بتسمع عليها إذا أنا عم أدرس بحب أتسمع عليها كمان. شو أنواع الموسيقى اللي بتحبيها؟ الطربية والكلاسيكية أنا بعزف عود فلهيك كلاسيكي. أي موسيقى بس تكون هادية. هادية؟ بحب الحزين منوع يعني ما عندي شيء محدد وبحب فيروز كتير بحب الترانس والجاز كتير حلوين بتسمعهم. أكتر شيء القديم أكتر شيء أحلى شيء الطرب يعني هذه الحلوة بتكون إلها معنى مو أنه ضجة وصخبة على الفاضي يعني هذه ما إلها معنى يعني بتكون موسيقى الغربية الحياة كلاسيك ميوزك أكتر شيء كل أنواع شرقي وغربي أي شيء بالموسيقى بتعلق بالموسيقى نحن بنحبه طرب حتابة يعني مطربين الجداد مثل علي الديك مثلا نعيم الشيخ وفيق حبيب هيك يعني الأغاني هي حسب حالة الشخص رومانس حزن مهادئة هيك أغاني فيروز أغاني فيروز على الصباح الكل هيك مشاهدينا أكيد ومع الفنان فادي حنا مكملين هيدا الحوار يعني مثل ما لاحظنا دائما الناس بتهتم بالموسيقى إن كان العربية إن كان الغربية بدي أسألك الموسيقى كثقافة كيف نحن منعززها بالمجتمع يعني هي الموسيقى ثقافة يعني هي الموسيقى الموسيقى تفتح لك المجال والباب إنك تتخلي على كل الثقافات وتحبي يعني تعرفي كل شيء بالحياة ف كل ما قدمنا الموسيقى بشكل راقي وحلو واعطيناها حقها كل ما هالثقافة زادت جوانا وكل ما أنا تحلى يعني أكيد بوجود فنانين مثلك يعني بيلامسوا دائما ذوق رفيع بالموسيقى تسلام. هلأ بدنا نسمع شيء من كمان. أكيد من الأشياء المحببة على قلبك أوكي نسمع غنية ألحانة وكلمات صديقة باسمة غنيمة اسمها هيات باركوني شفقيك وآتو أنت انبع الحياة من بين عروق يديك ولا آتو هيها أنت باركوني شفقيك وآتو أنت انبع الحياة من بين عروق يديك ولا أبوك هيهات أن تباركني شفتيك وأدوك أنت انبع الحياة من بين عروق يديك ولا أعودك في الخفاقات مرة ومرتين وفي الآن في تأسر الزنوب أن أعودك في الخفاقات مرة ومرتين وفي الآن تأسرني الذنوب أيها يا حبيبتي أن أفر من جنون ترتكبه الدقائق فينا
حبيبتي أن أفر من جنون ترتكبه الدقائق فينا والدروس هيهات أن تباركني شفتيك وأتوب أن تنبع الحياة من بين عروق يديك ولا أذوق هيهات أن تباركني شفتيك وأتوب أن تنبع الحياة من بين عروق يديك ولا أن أفر من جنون ترتكبه الدقائق فينا والدروس هيهات يا حبيبتي أن أفر من جنون ترتكبه الدقائق فينا ترتكبه الدقائق فينا والدروس كثير حلو. دائما الفنان بيعاني من قصة انه كل شوي كل ما اجر عنده حدا انه بدك تغني لنا بالبيت دائما انه بدك تغني يعني صح. اذا كان جاي عبالك ولا ما جاي عبالك كيف بيأثر هيدا الموضوع عليك؟ هلا انا لاحم حالي بالشغلة لان انا كل يوم المساء بيعرفوا كل العالم انه من الساعة 8 للساعة 10 واكتر احيانا عندي بروفة بالليل يوميا اجباري يعني بالبيت كلهم بيجوا عرفتي كيف؟ بس طبعا احيانا بيكون ما جاي على بالك تغنيك مثلا ومزعوج من شغلي او شيء حدا بيطلب منك بحس شوي ثقيله بس مجرد ما غنيت بيمشي الحال يعني خلص بدك تغني بدك تغني ما في مجال فينك تقولي لا. طب اذا ما كان جاي على بالك يعني بتحس حالك بعد ما بتبلش بالغناء انه خلص بتتاقلم على الجو وبتصير تغني من قلبك او لا لمجرد انه حدا طلب منك وحابب تلبي له رغبته؟ لا ما هيك اول لو غنيت ما كنت حابب بس مجرد ما غنيت خلص بدخل بالحاله بنسى يعني بحب وبستمر ما اقول لا ابدا. مين كان مصدر إلهامك من الفنانين من المطربين من الملحنين؟ أكيد زمان بيسموه زمان العمالقة لقبل مثل محمد عبد الوهاب مثل أم كلثوم مثل يعني هدول ما بيتكرروا للأسف بس نطمح لقدام يكون في عنا شيء حلو كمان ظل المستقبل يعني تمنيت شي مرة انك انت ما تكون فنان بحياتك المهنية خصوصا انه في صعوبات بتواجه الفنان بحياته وخصوصا هيدا المجال دائما بيتطلب يعني دعم انتاجي كبير لحتى يوصل الفنان للشي اللي بده اياه. تمنيت ما دخلت بهيدا المجال من الصغر واخترت مجال تاني؟ لا ابدا 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 ما بتخيل حالي بدون موسيقى. كثير حلو الإيمان بالموهبة. بدنا نحكي عن الموسيقى الغربية وتأثيرها عليك وقد ايه أنت بتسمع هذه الموسيقى؟ أنا بحب الموسيقى ما عندي نمط واحد بسمعه أنا بحب أسمع كل شيء غربي وشرقي. بحب أسمع الموسيقى الغربية بحب الجاز بحب الكلاسيك بحب أسمع كل شيء يعني بشكل عام. والموسيقى العربية؟ كمان الموسيقى العربية كمان غنية وشاملة بحب اسمع طرب بحب اسمع الاغاني القديمه بحب حتى اسمع موسيقى الالات الشرقيه القديمه
كثير شيء بتجذبني مثل العود او القانون او كثير بحب هيك شيء. وين بتشوف هلا الموسيقى بسوريا؟ زقلة راد انا حاسة عم تبلش ترجع تولد من جديد وان شاء الله رح تولد مع سوريا ان شاء الله. اكيد يعني تبقى الموسيقى وصناعة الموسيقى فن منذ القدم، يعني منذ بدأت أوغريت وحتى صح. الان تبقى سوريا تعمل على الاجيال الناشئة ولايصال الفكر الموسيقي الصحيح لاجيالنا. هلأ رح نتابع تقرير عن فعالية موسيقية وهي عن احتفالية موسيقية للاطفال والكبار في معهد محمود العجران في اللاذقية، ونرجع اكيد لمتابعة حوارنا مع الفنان فادي حنا. الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تفهم من خلال السمع وبدون تلقين أو تعليم، فالموسيقى تعبر عن عواطف الإنسان التي لا يستطيع التعبير عنها بالكلمات، فهي امتداد لرغبته الطبيعية في التعبير عن ذاته. لي 6 سنين بعزف، وشجعني البابا وشجعتني الماما واخواتي. شو اكثر معزوفة بتحبي تعزفيها؟ هلا لعزفتها مازوركا. شي 4 سنين 5 سنين بعزف على الكمان. شو أول مقطوعة عزفتيها؟ هلا كانت أول شي مقطوعات بدائية، يعني إنه سهلة بس لحتى تمرين للأصابع، بعدين هلا من أسرع أكتر وبتصير أصعب شوي شوي. شو عزفتي هلا؟ هلا عزفت الحركة الأولى لبريستو للمؤلف باخ، وعزفت كمان لفيفالدي كونشيرتو، وعزفت كمان مقطوعة اسمها ريكوين فور دريم. الموسيقى عالم تاني بتخلي الناس حضاريين وراقيين، يعني فضروري كل طفل أو كل حدا يتعلم الموسيقى إجباريا، هو عالم يعني اللي بيشوف النوتة وبيقرأ العلامات فبيفك رموز، يعني بيعرف يقرأ. تجهيزات العرض كان في بروفات للطلاب، وهي عبارة عن كل طالب شو عمل خلال 3-4 شهور الماضيين، فبيطالب حقه الطبيعي انه يعرض امام اهله امام رفقاته امام جمهور معين يتعود شو عمل بالفصل بالفترة الزمنية الماضية، وبيصير عنده نوع من الصقل الشخصية موسيقيا وانسانيا، بحيث تكون طالب متوازن عنا بشخصيته وبعزفه.
الموسيقى دورا حيويا في تحسين الإبداع أيضا، فلها تأثير إيجابي على الجانب الأيمن من الدماغ، لهذا تسبب الموسيقى زيادة تركيز له، وبالتالي تفيد المستمع في تحفيز مراكز الإبداع وتطويرها. رجعنا مشاهدينا لمتابعة هذا الحوار الفني الجميل، ورح ارجع لعندك استاذ. يعني قد ايه سوريا منذ القدم تتميز بهذا الشيء؟ قد ايه مهم نحن هلا نتابع هيدي المسيرة ونتابع مسيرة اوغاريت، نتابع مسيرة الفنانين الكبار اللي طلعوا من سوريا، ونعلم اجيالنا هذا الفن الراقي؟ يعني اول شيء لنا الفخر بانه اول نوتة موسيقية طلعت من الارض الحلوة من اوغاريت، وهي أكبر حافز وأكبر مشجع لنا لأنه نستمر ونقدم أحلى ما عنا. ونحن عنا كتير قدرات، يعني ما لازم نهمل خصوصا بالموسيقى، لازم نرجع نهز العالم بالموسيقى السورية. أكيد يعني الموسيقى السورية لها تاريخ طويل. بني أسألك، يعني شو هو جديد بأعمالك؟ بالموسيقى عطول في جديد، عطول في ألحان، عطول في أغاني، ما بقف، يعني عطول في جديد. نحن اليوم طماعين، بدنا نرجع نسمع شيء منك. اخترت لنا نسمع شيء طربي. نسمع شيء طربي. هو أنا بحب الشغلات الطرب، أعملها بإدمجها بشيء من موسيقى الغرب مشان تحاكي الحداثة يعني شيء جديد. نسمع هيك شيء. تفضل.
رايحين لحلبي يا ويلي حبي معكم وراح يا محملين العنب يا ماما تحت العنب تفاح يا رايحين لحلبي يا ويلي حبي معكم وراح يا محملين العنب يا ويلي تحت العنب تفاح ميلي ما مالي الهوى يا ويلي ميلي يا صابي محلى الوما بالوما يا عيني محلى العزوبية ميلي ما مالي الهوى يا عيني ميلي يا صابية محلى الوما بالوما يا ويلي محلى العزوبية أكيد بننبسط كتير وقت بنسمع هيك أصوات بهذا الزمن اللي يمكن ما قليل ما عاد نشوف حدا بيهتم بهذا النوع من الموسيقى. بدي أسألك ليش دائما الفنان بسوريا ما بيظهر للناس يعني هيك مثلا موهبة غناء تلحين يعني وعزف ملاحظ إذا كان موجود بأي دولة تانية ملاحظ فورا بنجم بيطلع على الفضائيات ليش هيك موهبة ما طلعت على الفضائيات ما شفناها قليل كتير هو كم السبب يكون لوم على الإعلام شوي بس وكمان تقصير كمان من الفنان أحيانا ببعض المطارح يعني بس لما نوجد يجتمعوا الاثنين مفروض الاثنين يساعدوا بعض يعني هو اللوم على الاثنين يعني ما قصة انه عدم اهتمام بالموسيقى والموسيقيين بسوريا وغلاء تكلفة الانتاج والقصص هيدي ممكن تلعب دور كمان اكيد اكيد بدنا اهتمام اكثر بالموسيقى بسوريا يعني نحن بحاجة والجيل الجديد كمان بحاجة لان بحاجة الموسيقى لان هي راح تقوي وهي راح تثقفه اكثر وهي راح تعطيه القوة والخيال ليبدع بالمستقبل كلمة اخيرة بتحب توجهها لكل عم بيشوفونا هلا اسمعوا موسيقى وما توقفوا سماع موسيقى ما في احلى من موسيقى وبتشكر كل طائم اللي ساعدنا اليوم بالحلقه الحلوه بتشكرك على رقي كلامك وهدوء اعصابي وشكرا لكم اكيد يعني بدي اتشكرك على استضافتك بمنزلك واكيد يعني هيدي الموهبه المتميزه باولى حلقات ضيف وسيره اغناء للبرنامج اكيد للشرف تسلمي اهلا وسهلا بيكم مطرحكم شكرا اكبر لكم مشاهدينا بمتابعتنا لهيدي الحلقه من ضيف وسيره انطرونا بحلقات قادمه الى اللقاء